فقط في محافظة ديوانية تحول تنفيذ مشروع خدمية إلى مصدر قلق للمواطنين بدلاً من شعور الفرح. فالفشل المتراكم والتأخير المتواصل في إنجاز تلك المشاريع أذاق المواطنين مر العذاب، فيما تحولت المدينة إلى ما يشبه بركام الحرب. قمنا نفرح بعد يعني يكون ماكو مشاريع بالديوانية. والله العظيم اللي يقول لكم مشروع بالديوانية قمنا نضوج. شنو مشروع 10 سنوات 12 سنة 15 سنة؟ اعطيني مشروع كمل ب 10 سنوات اعطيني اياه، هذا مجسم ترى صار 12 سنة. عزلت الوادي، عزلت محلات، انقطع رزقها، قعدت الوادي، مردنا حل ماكو، شنو البديل؟ زين الشارع اللي حفروه سدوه انتهت، اعطيني شو وقت يفتحونه؟ يا شارع انسدوا انفتح بسنة أو سنتين، يا محافظ اجوا اشتغل لنا. صار تقريبا صار فوق 10 سنين على الحالة. فحفروا، طموا، سووا، حتى خط العام تعبت. والله انا مسوي جبال فيها استوني من برا التراب. ها شوف التراب هذا؟ هم حفروا وتراب، قبوا تراب وصار تقريبا قلت لك فوق 10 سنين على الحالة. والشارع البارحة الصبة ما تنقبل، هاي الصبة قدامكم يعني بالكاميرا وتشوفوها انتم، ما تنقبل. من اول ما بدوا بالمشروع هذا كان الشارع سايدين، يعني قاعد يكبروا لك بالرصيف، يعرضوا لك بالرصيف، يسووا الكيا والتبليط زغروا. الحكومة المحلية في محافظة الديوانية من جانبها بينت ان هذا الملف يحظى باهتمام رئاسة مجلس الوزراء الاتحادية، وان المشاريع المتلكية بدأت بالتناقص في المدينة نتيجة المتابعة مع الوزارات الاتحادية. لاحظنا بالفترة الأخيرة نقصان في قائمة المشاريع المتلكة على عموم المحافظات نتيجة المتابعة الحثيثة للسيد رئيس الوزراء وحله لتلك المشاريع مع الوزارات المختصة. بالنسبة للديوانية نحن نعتبر من أقل المحافظات المشاريع المتلكة، لدينا 30 مشروع بين مشروع وزاري ومشروع على موازنة المدينة. قد يمر الوقت سريعا من دون حل يلوح في الأفق، فيما يخشى مراقبون ضياع الفرصة الذهبية على المحافظة نتيجة صرف أموال الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة على مشاريع تلحق بسابقاتها التي لم تبصر النور حتى الآن. من الديوانية معتز العبودي، زاكروس تيفي.